السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في قناة مركز خدمات المحمول اللي بنقدم فيها شرح سريع وبسيط لكل أنظمة وخدمات شبكات المحمول في الوطن العربي. في فيديو النهاردة هنكمل كلامنا على شريحة جوي. الفيديو اللي فات اتعرفنا على الشريحة، وفيديو النهاردة هنعرف ازاي نشغل الشريحة ونتعرف على مميزات وعيوب باقات شريحة جوي. بس في البداية لو انت أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجاية. أول حاجة معانا هي طريقة تشغيل الشريحة. أول ما تركب الشريحة الجديدة في التليفون هتوصلك رسالة ترحيبية وفيها رابط تحميل التطبيق. هتحمل التطبيق اللي هتتحكم في الشريحة من خلاله، وهتقوم بإنشاء حساب، وبكده اتفعلت معاك الشريحة. تاني حاجة هي مميزات باقات جوي. أول حاجة بيكون متاح للمشترك بأنه يصمم الباقة على طريقته الخاصة وإدارتها بسهولة من غير الحاجة للاتصال بخدمة العملاء، وكمان تتابع معدل استهلاكك والتحكم فيه. أما عن طريقة الدفع فبيتم دفع المستحقات وفقا لاستخدام العميل على وجه الدقة، بحيث أنه بيتم محاسبة المكالمات بالثانية وحساب الإنترنت بالكيلو بايت. وكمان بتقدم شريحة جوي ميزة، واللي هي أنك تقدر تشارك الباقة مع أي أجهزة تانية. وبكده نبقى احنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اللي اتكلمنا فيه عن مميزات باقة جوي. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر هتلاقيها موجودة على موقع مركز خدمات المحمول، الرابط موجود في وصف الفيديو. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.